من بداية ظهور لقاحات كورونا سمعنا كثير من الإشاعات حول اللقاحات من المعترضين عليها، لكن أغرب تصريح خرج هذا الأسبوع من شخص يرفض اللقاح في الكويت بحجة أنه اللقاح يحول البشر لزومبي. والغريب في الموضوع أنه كان يتكلم بثقة مطلقة ويقول أنه في دراسات علمية أثبتت هذا الموضوع. Center for Disease Control اللي هو مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في عنده تقرير وتصريح يعني عن الزومبي، إن في مجال نواجه زومبي في الفترات القادمة، ونزل هذا التقرير في بعض مراكز التغذية وهم يتبعون الأمور، يعني يخزنون الطعام. في مسألة الزومبي هي مسألة ليست في تقرير قناة الجزيرة عن الزومبي، بس هذه الثلاث نقاط اللي بقولها. ممكن في نقطة رابعة، لكن الأغرب من كلام هذا الشاب هو تصرف فتاة راحت لمركز لقاحات ولصقت صدر دجاج ني على يدها عشان ما تأخذ اللقاح، واللقاح ما يدخل جسمها، لكن تقدر تحصل على شهادة أنها محصنة. دجاج على الكتف عشان تأخذ اللقاح، يا ذكاء خارق جداً.